ماذا يعتقد به؟ التبرع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاجتماع الأمة أو افتراق الأمة؟ اجتماع الأمة. ما يمكن. ولا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من هذه الفريقين. إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال وستتبع أمتي إلى 73 فرقة كلها من نار إلا واحد. قال يا رسول الله؟ قال الجماعة الاجتماع. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال من شد شد في النار عليكم بالجماعة. حديث كثيرة. إذا لابد أن نجتمع إذا تنازعنا في شيء ما نصنع؟ أمكن الشيعة فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أو يعد التناسب عن الكتاب والسنة. ثم يا إخواننا لابد أن يكون عندنا أدب في المناظرة، أدب في المناقشة، أدب في النصح. تعلمنا النصح من الجار والعلم من نصيحة من الجمع. فإن النصح بين الناس نوع من التوفيق لا الاستماع. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تلزم إذ لم تعط طاعة. ليش حناتي وما لا يقف لها؟ تعال وانصح اكتب رسالة عبرك يا أبوان عبرك وقل يا أخي ترى هذا منك وانت تصنع هذا بالمسجد وهذا مني وهذا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن أعمال السلف. وذكرنا لكم أن الشيطان ما يأتي في الكنائس والبيع لا يأتي لا يأتي شدد عن الصحابة والبرعين ماذا الشيطان لا يأتي لهؤلاء الوساوس قد أبلغ اليهود والنصارى لا تأتي الوساوس في عبادات ما يأتي سؤال الإسلام الجد ما يأتي وسوس أبدا ما يوسوس الشيطان لهم قال ماذا اليهود والنصارى لا تأتي الوساوس في عبادات وتأتي الوساوس ويأتي في المسجد ولماذا الإمام صنع ولماذا فلان صنع ولماذا هذا يصنع كذا وهذا ما يحبني لأنني من بلد كذا وهذا ما استقلني وهذا كذا لماذا؟ قال ما بال من يهود النصارى لا تأتي وساوس في عباده الشيطان يأتي في المسجد فما يأتي في أنت تعرف ما يأتي هناك لماذا؟ قال ما يسمع الشيطان بالقلب الخير وما يسمع الشيطان بالقلب أعماله الخوف إيش يسمع فيها؟ في الخوف إيش يسمع فيها؟ خوف يهدمها منه لكن أعمالك لأنها عالية مقبولة يريد أن يهدمها عليك بمشاورة وسوس لك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين والإشكال كل الإشكال في من؟ في شيطان الإنس هذا خطير هذا لما تستعين بالله من شيطان الجن لكن فيه عند شيطان انس مهما تستعين به ياتيك وقت الدرس ياتيك وقت تصلي وقال اسمع نريد نمشي له نعم وصف له فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين شرط الايمان اخلاص الخوف بالله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني خوف من الناس مثل خوف من عذاب الله معلوم أن العبد المسلم يخاف من الله وفعل الله ويستر من الله لكن هذا قد يخوف من الناس على خوف من الله